العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة. إذا اليوم احنا متواجدين في المعبر الحدودي بيبو شبكة من ولاية القصرين، متواجدين لمواكبة افتتاح حركة المسافرين التونسيين والجزائريين في الاتجاهين إلى القطر التونسي وإلى القطر الجزائري، بعد الإعلان عن إعادة فتح الحدود أمام حركة المسافرين من قبل قيادة الدولتين. اليوم إن شاء الله ابتداء من الساعة 0 اليوم 15 جويلية 2022، باش تستعيد حركة المسافرين نشاطها. متوقعين اليوم وصول معناه وفد لا بأس به من المسافرين من القطر الجزائري اللي باش يجيوا لتونس لقضاء فترة معناها من السياحة في تونس. فشوفوا كل الاستعدادات على نسق حثيث من جانب الديوانة التونسية، من جانب شرطة الحدود والأجانب، من جانب بلدية فريانة اللي قاعدة تقوم بنشاط كبير جدا لإعادة تهيئة المعبر باش ياخو حلة جديدة ويكون معناها جميع المرافق متوفرة للمسافرين في الاتجاهين. كذلك ما ننساوش البروتوكول الصحي، فريق من وزارة الصحة متواجد على عين المكان 24 ساعة ل24 ساعة لتطبيق الإجراءات الوقاية الصحية من انتشار جائحة كورونا. فكل الظروف متوفرة، جميع المتدخلين مستعدين لتوفير كما قلنا معناها أحسن الظروف لاستقبال المسافرين. لا، حسب المعلومات المتوفرة عنا كمتدخلين احنا في المعبر الحدودي، هي كونه اشتراط معناها الاستظهار بجواز التلقيح لمن سنهم أكثر من 18 سنة، وإذا كان ما توفرش جواز التلقيح فيجب الاستظهار بشهادة تثبت إجراء التلقيح الاختبار السريع لكورونا يكون عنده أقل من 24 ساعة، أو تيست بي سي آر لما يفوتش 48 ساعة. بالنسبة للي أقل من 18 سنة هم معفيين من هذا الشرط. وكذلك مصالح وزارة الصحة على عين المكان باش يقوموا بإجراء اختبارات سريعة لعينات من المسافرين باعتماد معناها منظومة اللي هما يعرفوها معناها عندهم للتقصي عن وجود حالات من وباء كورونا.